يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ابتلي بفعل العادة السرية ولا يستطيع الزواج، فما نصيحتكم له؟ العادة السرية حرام، لا يستعملها، يتوب إلى الله عز وجل ولا يستعملها، لأنها استمتاع محرم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادة السرية عدوان، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل، عليه التوبة إلى الله، وإذا كان يقدر على الزواج يتزوج، وإن كان ما يقدر يصبر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. استعفف، استعفف عن الزنا ويستعفف عن العادة السرية. نعم.